بعض الأحبة عمره يمضي، عمره يمضي، الساعات تمضي، الأيام، الأشهر، وهو يتمنى النجاح، يتمنى التميز، يتمنى التقدم، لكن ما يريد أن يدفع شيء، يبي كل شيء مجانا، يبي أحد يجي ينقذه، أحد يعطيه، يعطيه ثروة، يعطيه نجاح، يقول تفضل هذا نجاح جاهز خذه بالمجان، وإذا بتدفع يعني بالأقساط برضو ما في مشكلة. هو ما يريد أن يضحي من أجل نجاحه، من أجل عمره، من أجل وجوده، من أجل حياته. وهذه من الإشكاليات، الاعتماد على الآخرين، انتظار دعم الآخرين، انتظار مساعدة الآخرين، أحيانا استعطاف الآخرين، هذا كله خطأ. ترى لابد أن تجتهد وأن تضحي وأن تبذل وأن تساعد نفسك بنفسك في البداية، حتى جهات التأهيل والتدريب والدعم ستطلب منك شيء قبل أن تبدأ معها. البعض هذا الشيء لا يوفره أساسا، يعني كيف تبغى تنجح وأنت لا تقدم ولا شيء أبدا، وتريد من الآخرين أنهم يساعدونك؟ طبعا هذا خطأ وخلل إدراكي، هذا معناها أنك ستبقى في مكانك والزمن يمضي، والناجحين يتقدمون، والحياة مستمرة وأنت واقف مكانك. إيش تنتظر؟ هنا المشكلة، الوقت له نهاية، إذا انتهى وقتك ستبقى في مكانك وستحاسب على وقفتك. السلام عليكم. حياتك أسهل مع فيصل خالد.